تواصلنا انا وياك بخصوص منتخب سوريا. في كثير عالم شككت انه انت ممكن ما عندك الرغبه انك تمثل منتخب سوريا. فخليني اسالك بشكل مباشر، حاليا حسام عايش هل يرغب بتمثيل منتخب سوريا؟ طبعا اولا انا ما كنت وافقت وقت ما اتصلت فيني اذا مو رغبان العب بمنتخب سوريا. انا وياك حكينا وقلت لك انه في رغبه، ابوي وعمامي خلقانين بسوريا، نحن كنا ننزل على سوريا كل سنه 3 4 اشهر، نقعد مقيم، عنا بيت، عنا سياره، عنا كل شيء. حتى ابوي قاعد بسوريا، ساكن بسوريا، فهو هي كبلدي، يعني انه نحن عشنا وتربينا سوريا، فطبعا انه احب امثل سوريا. ان شاء الله بتمثل سوريا، بتقدم الاضافه اللازمه لمنتخب سوريا. حسام، تابعت منتخب سوريا بالفتره الماضيه؟ هلا الماتشات ما كنت كثير اشوفها، صعب شوي هون بالسويد مع القنوات وهيك، بس انا بتابع كثير باللايف سكور، بشوف عم بيربحوا وما عم بيربحوا وهيك، فهذا هو اللي عم بتابعه.